بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام من خلال هذا البرنامج أحبائي المشاهدين نتمنى أن نكون في خدمة السادة المشاهدين في خدمتكم طبعا في جميع الأمراض إن شاء الله ومن طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه واسك السلام وهذه الحلقات التي خصصناها للاجابه على اسئلتكم المباركه رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم سماحه الشيخ احمد دريس الاحسائي حياكم الله الحمد الحمد شاء الله اهلا ومرحبا بكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أيها المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم الله يحفظك ويدك شاء الله, الله, الله نحن بالخدمة حبيبي الله يحفظك شاء الله وبخدمة المشاهدين إن شاء الله الله يبارك بكم إن شاء الله الله إن شاء الله أيضا سؤال سماعة الشيخ من الأخ جعفر يقول هو مصاب بجلطة دماغية وهو من مواليد 1975 ووزنه 90 كيلو جرام وايضا اليد اليمنى والرجل والرجل اليمنى يعني مشلوله واللسان ثقيل وايضا يوجد لديه الم في الراس. هذا الجلطه الدماغيه سببها التكاثر البروده والرطوبه في الراس. نعم. في جميع البدن عموما وخصوصا في الراس واختلال في جريان الدم في الدماغ. يسبب قضيه الجلطه الدماغيه لكن العلاج عدم فقد الامل والثقه بالله لان المريض اذا فقد الامل فمناعه البدن تضعف لا يستطيع ان يقاوي يقاوم مقابل المرض فاذا اولا يقوي ثقته بالله تبارك وتعالى لكي يحصل على الشفاء ان شاء الله ثانيا كثره الاستغفار يستغفر وثالثا طين قبر الحسين عليه السلام والذي هو شفاء لجميع الامراض طين قبر الحسين ان مزج مع ماء المطر فهو علاج لكثير من الامراض يعني ياخذ مقدار من طين قبر الامام الحسين عليه السلام ويمزجه مع مقدار من ماء المطر ثم يشربه جدا جدا فهو لكن يحتاج الى ماذا الى عقيده نعم. العقيده العقيده مهمه في الحصول على الشفاء بهذه الوصفه رابعا الصدقه من الماكولات بيد المريض ان لم يستطع المريض الخروج الى الخروج الى خارج المنزل فليدخل الفقير على المريض والمريض يعطي الصدقه بيده الى الفقير ويطلب منه الدعاء خامسا الحمد سبعة إلى سبعين مرة إن أحببت أن ترى المعجزة والعجائب فاعمل بوصفة الحمد ووصفة طين قبر الإمام الحسين ووصفة الصدقة فترى العجائب إن شاء الله من هذه الأمور لجميع الأمراض لجميع الأمراض بالنسبة إلى الأمور الأخرى بالنسبة إلى علاج هذا المرض تقطير الجامع دواء الجامع للامام الرضا عليه السلام الذي ذكرناه في الحلقات السابقه وذكرنا مكونات هذا الدواء لكن يصعب يعني على المشاهد ان يجهز هذا الدواء لانه صعب نعم. يعني بعض المكونات ممكن لا يعرفها حتى بعض العطارين ممكن ما يعرفونه صحيح. من المكونات اللي موجوده في هذا مثلا خربق ابيض من جمله مكونات هذا الدواء مثلا مثل عاقر قرحه من مكونات هذا الدواء، ونحصل عليهن صعبة، فإذا هذا دواء الجامع يأخذ بمقدار حمصه فيمزجه مع ماء المردقوش أو المرزنجوش يعبرون بالروايات موجود مرزنجوش أو المردقوش بالعربية. هذا يأخذ مقدار من هذا المقدار ملعقة أو ملعقتين مع مثلا قدحين من الماء يطبخ يطبخ يطبخ, يطبخ إلى أن يبقى هل مقدار يعني قليل من هذا الماء يصفى ثم يمزج معه دواء الجامع حينما مزجه ليليا يقطر في أنفه من هذا التركيبة نعم. ليليا يقطر بخشمة نعم. أه لكن اعتبار أنه سبب نوع من الحرقة هذا طبيعي اعتبار أن دواء الإمام الرضا عليه السلام فيه نوع من الحرقة لأنه فيه حرارة شديدة فهو نافع لهذه القضية ورأينا الأثر يعني أكو ناس من المدينة مدينة الرسول كانوا مبتلين بهذا المرض بهذه الوصفات وعدة بالنسبة إلى الحمد والصدقة ارتفع حالة شلل منهم يعني ببركة هذه الوصفة يعني الوصفة مجربة ورأينا أثر هذه الوصفة فاذا هذه الوصفه لابد ان يعمل بها ليليا يقطر من مزج الماء المرزنجوش او المردقوش يمزجها مع الجامع ليليا يقطر في انفه من هذا الدواء الانفيه الانفيه نوع من الدواء يكاثر العطاس يخلي الانسان اكثر يتعاطس هذا العطسه جدا جدا نافعه لهذه الحاله فاذا لابد من استخدام الانفيه ممكن العطارين يعرفونه اذا ترجع للعطار تقول له اريد انفيه عشان العطاس حتى يعطس يوميه مثلا مره او مرتين يعمل او بالاسبوع مرتين ثلاث يعمل بهذه الوصفه لكي يعطس لان في بعض الاحيان قله العطاس يسبب الجلطه بالنسبه الى ابدان البارده والرطبه يسبب ماذا يسبب الجلطه الدماغيه اذا ما يعطس الانسان ولذا العطسه رحمه على العباد ولهذا الانسان اللي ما يعطس اذا يخاف ان يبتلى بهذا المرض اقل بالاسبوع مره مره يحاول ان شنو هو يجبر نفسه على العطسه فالعطسه تدفع هذا المرض عن الانسان بعد تدليك الراس والرقبه بزيت الحبه السوداء يدلك راسه والرقبه بماذا؟ ليليه. زيت الحبه. أي زيت الحبه السوداء ليليه يفعل هذا العمل. أه الحميه من الاطعمه البارده والرطبه لان اساس هذا المرض البروده والرطوبه، فاذا يتحامى مثلا من الزبادي بالاخص بالليل، مثلا السمك بعض الناس ياكلون السمك في الليل، الامام الصادق سلام الله عليه قال من اكل سمكا في الليل ولم يستتبعه بتمر او عسل يخاف عليه اللقوه. اللقوة هاي نفس السكتة القلبية أو السكتة الجلطة الدماغية فإذا التفت إلى هذا المعنى إذا كليت السمك حتما من بعد استتبعه بماذا بملعقة من عسل أو التمر لكن بهذه الحالة أصلا المريض لا يأكل السمك في الليل ويقلل من أكله للسمك حتى على طول النهار مثلا يقلل بالأسبوع ممكن مرة يكفي أن يأكل السمك وإذا أكل أن يستتبعه بماذا التمر. بالتمر نعم. بعد اكل السويق لتقويه البدن هذا الشلل ان شاء الله يرتفع السويق سويق الحنطه او سويق الشعير لابد ان ياكل من السويق ملعقتين في اليوم ان شاء الله. بعد من الامور النافعه وضع العلق، العلق نوع من الحيوان خاص يعني دوده خاصه نعم اي نعم يعرفونها اضرب يعني العلق بالنيت راح يجي لك تصاوير العلق المهم العلق خلف الاذن اثنان من العلق خلف الاذن يعني بمجرد ان الانسان يصاب بالجلطه الدماغيه راسا لابد ان يضعون ماذا العلق. العلق حتى لا يصاب بماذا بالشلل نعم وان انصاب اصيب بالشلل لا اشكال ان يضع العلق خلف اذنه بس للتوضيح سماه الشيخ يوضعون العلق وراء اذنه وراء الاذن نعم, نعم. وتمتص الدم طبعا أي العلق تمتص دودة يعني اي دوده نعم. خاصه تمتص الدم وتسقط هي تسقط من كيفها نعم. لكن هذا احنا ما ننصح المشاهد هو بنفسه يسوي هذا العمل، هناك خبراء بالنسبه القضية يوجد نعم. لابد من يوجد. خبير لابد من خبير ان يصنع هذه الصنعه ولا هو ما يقدر يعني يسوي هذا العمل. فاذا وضع العلق خلف الاذن جدا جدا نافع لارتفاع حاله الشلل اصلا. فإذا عليكم بهذا الحالة، إذا كان هناك يعني مساعدة لجسم هذا المريض، الحجامة كذلك نافعة لحالة المريض، إن صح إن صحت حالة المريض يعني إن حسب ف... الحجام يعني إن... سمع نعم الحجام هو يشخص ولا مثلا مو أن واحد بالبيت بدون أن يعرف حالة المريض رأسا يجي حجمه لأن الحجامة تزيد البرودة والرطوبة في نعم. بدن الإنسان. لكن نقول بحسب حالة ال... المريض ان شاء الله بحق محمد وال محمد الله يعالجه ويشافيه ان شاء اللهم الله اللهم امين يا رب الهي امين بارك الله بكم سمع الشيخ الله, الله, الله طيب الله انفاسكم ايضا لدينا اخت من العراق حقيقه تقول ممكن علاج للذريه ايضا اختنا من العراق تطلب علاج للذريه تكلمنا كذلك في الحلقات السابقة بصورة تفصيلية على العقوم مثلا تكلمنا عدم الإنجاب سببه وعلاجه نعم. لكن تتميما للفائدة وإجابة لهذا السؤال نقول أول شيء للعلاج عدم اليأس من الحصول على الذرية لأن رحمة الله وسعت كل شيء أن بعض الناس إذا ما صار عندهم ذرية بعد يصير عنده يأس يقول لك بعد الله ما يرزقني نفس هذا الكلام يسبب أن الإنسان واقعا ما يصير عنده ذرية لكن لا يفقد الأمل على الحصول على الذرية كثرة الاستغفار اشتكى أحد عند الإمام الصادق سلام الله عليه بقلة الذرية قال عليك بكثرة الاستغفار قد ما تقدر استغفر يقول فقمت أستغفر ثم مئة يوميا يقول فالله تبارك وتعالى رزقه عشرة من الأولاد يعني سنة بعد سنة سنة بعد سنة الله تبارك وتعالى رزقه أولاد كثيرين فذن الاستغفار وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يعني هم ينطيك أموال بواسطة الاستغفار وهم ينطيك شنو هو بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الاستغفار التوسل بالأئمة عليهم السلام كثير من رأينا ما عنده ذريه لكن حينما توسل باهل البيت عليهم السلام الله تبارك وتعالى ببركه اهل البيت رزقه ماذا الذريه نعم. بعد آه الزوج يرفع صوته بالاذان في اوقات الصلاه الامام الرضا عليه السلام يوصي هذه الوصيه لمن ليس له ذريه ان في أوق... عجيب يعني الاذان شنو من اثر به ان الزوج الرجل في أوقات الصلاة يرفع صوته بالأذان الله تبارك وتعالى ببركة هذا العمل يرزقه الذرية هي ما هي يعني قضية فقط تذهب يعني خلف العلاجات المادية أو الكيميائية تصور أن نهاية العلاج هذا تروح إلى الطبيب يقول لك فلا علاج لك لا نعم. حينما تأتي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام فترى العلاجات الكثيرة صحيح. بحيث لا حرج فيها أصلا هم رحمة الله, هم رحمة الله الواسعة نعم. واقعا بعد أكون نية تسمية الولد محمد أو علي هذه النية تلعب دورا إن نوى الرجل أو المرأة كذلك إذا كان الإشكال عند المرأة الإمام الصادق كان عند بعض الجواري إذا تبطي يعني بالوضع بقضية الإنجاب، الإمام يقول لها انوي إن رزقك يا الله ولداً تسميه علياً، يعني هذا الاسم شنو يلعب من دور؟ هنية الإنسان حينما ينوي محبة لأمير المؤمنين عليه السلام أن يرزقه ولد ويسميه على اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الله تبارك وتعالى ماذا؟ يرزقه ان شاء الله، فاذا هذه النيه يعني هم النيه عند الرجل، هم النيه عند المراه، اما محمد واما علي ان شاء الله. الحجامه بحسب حاله المريض يعني عده مراحل، الحجامه على بين الكتفين والحجامه على المحل العصعص جدا جدا نافع لهذه القضيه. اكل الهندباء كما اما طازجا واما جافا، ماكو فرق يعني لو طازج لو جاف. اذا كان طازج ليلية سبع اوراق ياكل من عنده، أراضي البصره كثير موجوده يعني اراضي المناطق الحاره والجافه الحاره والرطبه موجوده الهندباء كثير يعني موجوده الهندباء على الارض يعني تخرج على الارض كثير يعني وايضا موجوده يعني عند الخضارين نعم عند الخضارين لكن بشرط الهندباء اولا لابد ان لا يغسل اذا انغسل الهندباء بعد ما بفائده، الفائده تروح روايتها للبيت يقول ما يكون ينغسل نعم. فاذا التفت الى هذه القضيه وقضية الهندباء الجاف الليلية يأكل ملعقة أو ملعقتين مع الماء مثلا يبتلعه مع الماء عندك الصدقة عندك ماء المطر عندك الحمد سبعة إلى سبعين مرة جدا مهمة ورأينا الأثر ما كان عندهم ذرية عملوا بهذه الوصفة الله رزقهم الذرية البصل والبيض أكل البيض باللحم اكل البيض باللحم جدا يقوي جانب الضعف الضعف عند الرجل ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى أحسنتم الله يحفظكم الله يحفظكم. نطلع الله فاصل الله. ان شاء الله ونرجع نواصل ان شاء الله احبائي المشاهدين فاصل ونواصل ان شاء الله اهلا ومرحبا بكم احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه نعود اليكم بعد هذا الفاصل القصير وضيفي الكريم سماحه الشيخ احمد دريس الحساي. الله يحفظك حياكم الله, الله وبياكم الله, الله ايضا لدينا سؤال حقيقه من احد الاخوه ايضا يقول أه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أه انا محمد من بغداد مريض بالسكر وحقيقه صار عندي فشل كلوي او حاليا اغسل كلى بين يوم ويوم وعيوني نعمت اذا اكو علاج يم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خير الجزاء. نعم. بالنسبه الى العلاج يعني بالنسبه الى هذا هذه الأمرة يعني مرض السكر وفشل الكليتين وضعف البصر يعني باقي الامراض فشل بالكليه وقضيه الضعف بالبصر ناشئ من مرض السكر يعني هو صار سبب لهذه الامراض اولا عدم الياس من العلاج ان رحمه الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء والياس يضعف مناعه البدن فاذا لا يأس من العلاج لا يقول بعد انا تمرضت بعد ما الي علاج بعد بعد او مثلا يحزن يتكاثر عليه الهم لان كل ما تكاثر على الانسان الهم والياس كثر المرض. كثر المرض يعني تيجي مثلا جهاز اخر في البدن يتعطل عضو اخر يتعطل فاذا حارب المرض بالامل بالثقه بالله تبارك وتعالى كما يقول القران كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله تبارك وتعالى باذن الله والله مع الصابرين يعني جهه الحق هي جهه الفئه التي تكون في جانب الحق قضية مناعة البدن، وجهة الباطل للمرض. فإذا في بعض الأحيان المرض يتكاثر على الإنسان. وجهة الحق تكون ضعيفة لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا عليه بالصبر وعليه بالأمل والثقة بالله تبارك وتعالى. كثرة الاستغفار كثرة الاستغفار هو يدفع إن شاء الله عنه هذا المرض. تربه الحسين عليه السلام كما نقول مع ماء المطر فهي علاج لجميع الامراض بالاخص ان تربه الحسين مع ماء المطر يعني خصوصا ياخذ مقدار من تربه الحسين ومقدار من ماء المطر يمزجهما ثم يشرب منه ان شاء الله. اكو يعني هناك دعاء خاص حينما تستخدم التربه لاجل الشفاء موجود يعني اما بالمفاتيح موجوده او بعض الكتب الادعيه موجوده قضية استخدام تربة الحسين عليه السلام في حين ما يستخدمه الإنسان لأجل مرض خاص يقرأ ذلك الدعاء رابعا الحجامة يعني إن كانت الشرائط مساعدة للمريض الحجامة جدا نافع لمرض لمرضى السكر الحمد أسأل الحجامة تكون في وسط الشهر القمري الحجامة تكون في وسط الشهر القمري يعني 12 13 14 15 الافضل الايام الاثنين او الخميس الاثنين عصرا والخميس صباحا جدا نافعه قضيه الحجامه قضيه الحمد الحمد سبعه الى 70 مره والافضل 70 مره ويعاود العمل الى 40 يوما فيرى العجائب ان شاء الله ببركه الحمد حتى وردت في الروايات إن قرأ, قرأ سورة الحمد على الميت فدبت فيه الحياة فلا عجب من هذا الأمر لعظمة هذه السورة المباركة آه الإمام الصادق يقول أنا ضامن العافية لمن يفعل هذا العمل الصدقة صدقة من المأكولات بيد المريض إلى الفقير إن لم يستطع المريض الخروج من البيت فيدخلون الفقير على المريض ويعطي المريض الصدقة بيده إلى الفقير ويطلب منه الدعاء فالصدقة الصدقة اجتناب المأكولات الباردة لأن نحن عندنا نوعين من السكر نوع حار يعني يزداد مثلا بأكل العسل هذا اللي يقولون العسل مضر إلى هذا النوع الحار لكن عندنا سكر من نوعية البارد هذا اللي بالأعمار يتراح مثلا بالخمسينات من العمر فما فوق هذا معمول أن السكر يكون من منشؤه منشا بروده ولذا العلامه شنو هي؟ هاي الفشل الكليتين يجي منين؟ من تكاثر البروده على الانسان. نعم. نعم ضعف البصر كذلك يجي منين؟ من تكاثر البروده والرطوبه. او مثلا يقع جروح في الاقدام اللي ما تطيب هذه الجروح لكن إلى علاج. منين؟ من تكاثر البروده بالاقدام، يحس ان اقدامه باردات. الساقين يحس البروده في الساقين. يدل على ان هذا السكر من نوع ماذا؟ من نوع البارد. فالعسل من جملة الشفاء العلاج لهذا المرض. العسل هو علاج لمرض السكر. العسل ان كان عسل اصيل فهو يكون ماذا؟ علاج لمرضى السكر. فاذا عليه بالعسل، العسل جدا نافع. لكن لابد ان يجتنب من الزبادي، الماء البارد، الخس، السمك. الخيار، الطماطم وما شابه هذه المأكولات الباردة ذو الطبيعة الباردة، فإذا هذه الأمور تسبب ازدياد هذه الحالة بالنسبة إلى كليته كليته وسائر أعضائه. الحلبة أربع غرامات في اليوم على الريق من الحلبة نافع لمرض السكر، يأخذ مقدار يعني مثلا من ورق الحلبة يطحنه ويبتلعه كما يبتلع يبتلع الحبوب فهو نافع أربع غرامات على الريق يوميا صباحا فهو نافع لإزالة حالة السكر العسل كما أشرنا إليه بالأخص مع الحبة السوداء يعني النسبة ثلاثة بواحد يعني ثلاثة أجزاء من العسل وجزء من الحبة السوداء دق خفيف مو ناعم جدا شديد النعومة مثلا لا دق خفيف ثم يمزجهما مع بعض وياكل ملعقتين او ثلاث بحسب حاله المريض، يعني اقل شيء ملعقتين، ملعقه مساء وملعقه صباحا ان شاء الله. لكن اقول كل ما يريد يصرف الدواء اذا يقدر يقرا على الدواء سبع مرات الحمد او يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله تبارك وتعالى قبل صرف العلاج، لكل علاج كل ما ذكرنا من علاج إذا أراد أن يتخذ العلاج يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين, يشفين. فإذا هذه لابد أن نلتفت إلى هذه القضية فإذا هذا بالنسبة إلى قضية العسل علاج آخر موجود لقضية السكر نوى التمر يعني ذكرنا هذا المعنى نوى التمر يأخذ يأخذه يغسله ثم يحمصه يعني مثل سهسه بالتاوى مثلا نعم. إلى أن ثم يطبخه ويشرب منه مثلا باليوم قدح قدحين ثلاث بحسب حالة المريض هذا بالنسبة لعلاج السكر بالنسبة لفشل الكلى لفشل الكلى مراعاة واستخدام الموارد, الموارد التي ذكرناها نافعة جدا مثلا الكمون الملوكي والجوز معا بالسواء تأخذ مقدار من الكمون الملوكي ومقدار من الجوز الجوز مو هذا المكسر اللي موجود في الاسواق هذا ما يبي فائده انت نعم. تجيب اللوز وانت تكسر وانت تستخرج اللب ثم تطحنهما معا يعني الكمون الملوكي والجوز بمقدار سواء وتطحنهما معا جدا نافع للفشل الكلى الكلى يعني جدا نافع نعم. مع الحجامه خلف السيقان الحجامه خلف الساقين جدا نافع لتشغيل الكليه، مره اخرى ترجع الى العمل ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ملعقتين او ثلاث او اربعه في الليل ياكل منهما. فهذا العلاج لفشل الكليه. حجامه الساقين قلت مع اكل هذا الدواء هم يحتجم وراء السيقان. فهذا هو يجعل الكليه تعمل عملها مره اخرى. تدهين الكلى بزيت الحبة السوداء في الليل امتناعه من الأطعمة والأشربة الباردة والرطبة مثل الماء البارد مثل البيبسي مثل هذه الأمور كلها مضرة لفشل الكلى أما بالنسبة لضعف البصر استخدام العلق أطراف العين هذا ضعيف البصر أن يستخدم العلق أطراف العين هذا كون يروح هذا دودة خاصة يروح إلى الخبراء لهذه القضية استخدام كحل الاثمد بالروايات ليليا يقوي البصر. مسح تربه الحسين عليه السلام على العين في اوقات الصلاه يمسح تربه الحسين وقت الصلاه، صلاه الصبح مثلا المغرب العشاء كذا يمسح تربه الامام الحسين على العين بنيه الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله تقطير العسل في العين ان يقطر العسل في العين فهو جدا نافع نافع لعلاج ضعف البصر هذا بالنسبة إلى علاج ضعف البصر إن شاء الله أحسنتم سمع الشيخ طيب الله أنفاسكم الله يحفظ آه الشيخ الوقت انتهى لهذه الحلقة إن شاء الله راح نكون وإياكم الله يحفظك في الحلقة الله. القادمة إن شاء بالخدمة الله بالخدمة حبيبي سمع الشيخ أحمد دريس الإحسائي الله يحفظه إن شاء الله بالخدمة نعم أحبائي المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسك السلام نذكر السادة المشاهدين بالصفحة الموجودة على الفيسبوك لأي أسئلة أو استفسارات باسم الرادود والإعلام حسين الأميري تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته